السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين، فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان المسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الذكر والفكر والهم والافتقار والدعاء والصلاة على النبي وآله والاستغفار كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، والحمد لله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة ذكرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التفكر فيك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة تحمل مسؤولية هم الدين كما تحب وترضى. واجعل همنا هما واحدا
رضاك ومرافقة خاتم أنبيائك في الفردوس الأعلى من الجنة يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك في كل أمورنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة أن ندعوك وحدك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة استغفارك يا الله كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. النهاردة موعدنا كل خميس بإذن الله سبحانه وتعالى، والمواعيد الجديدة بقت بعد الفجر. المواعيد الجديدة بعد الفجر يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى على حسب الجدول الموضح، بدلا من 10 مساء أصبح الميعاد الأساسي يوميا بعد صلاة الفجر. طيب النهاردة مع أنوار الوحي الإلهي، ونعرض إلى قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، في أول سورة البقرة. كتبت ألف مد وبعدها لام ومشبوك فيها ميم، وكأنها كلمة لم، يعني ألف وجنبها لم. فالألف الأولى ليست ألف قطع، يظن بعض الناس أنها وكأنها ألم، لا ليست ألم، لأن ألم تبدأ بهمزة قطع كقوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. فهذه ألف مد، ألف في أول المصحف في أول سورة البقرة تجد في قول الله سبحانه وتعالى ألف مد، ثم لام وعليها مد وتمد 6 حركات مد لازم، ثم ميم مشبوكة في تلك اللام وعليها علامة المد اللازم. في أصل كتابة القرآن العلامات التي فوق اللام والميم ليست مكتوبة، أي أن القرآن لما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه كتبة الوحي من الصحابة الكرام، لم يكتبوا المد الذي على اللام ولم يكتبوا المد الذي على الميم، وإنما كتبوا كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألف مد ثم لام وتشبك فيها الميم، ولكنها لا تنطق بهذه الكتابة. فهذه حروف ترمز إلى معان يريدها الله سبحانه وتعالى في وقتها، وقد جاء وقتها، لأن القرآن متجدد ونحن نحتاج إلى هذه المعاني في تلك الأيام الهامة من تاريخ الأمة وتاريخ الخلق جميعا. فنعرض لهذا العلم، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يتقبلنا ويتقبل منا في الدنيا والآخرة. أطلق بعض العلماء على هذه الإشارات أنها حروف متقطعة، وهي حروف من حروف القرآن، وبدأت بألف مد، وألف المد ليست حرفا من حروف اللغة العربية، وإنما هي علامة مد للحروف، وحروف المد الألف والواو والياء. فبدء تلك الإشارات بألف المد فهو إشارة إلى أنها ليست حروفا عاديا، وقد تكون ليست حروفا أصلا. فسنعرض إلى تلك المعاني. فألف المد هذه لها معنى، ثم اللام، واللام من حروف اللغة العربية، ثم حرف الميم، ثم حرف الميم. طيب ألف المد، ألف المد في اللغة العربية أصلا
تمد يمد بها الحروف كقولك ماء سماء بناء أو المد الطبيعي كقول الصلاة مدا طبيعيا الصلاة. وعندما تأتي في أول الكلمة هكذا فإنها تكون وكأنها وصف. فألف الألف التي هي مد طبيعي عندما يكتب بعدها لام في الكلام العربي المعروف فإنها تكون ألف وصل أي ألف لام التعريفية، وهكذا كقوله الكريم العليم الرحمن الرحيم وهكذا، أو المعلم ألف لام تكون ألف وصل وبعدها لام، والألف واللام تسمى بعلامة بدلالة التعريف أي ألف لام التعريفية، العلم القلم الكتاب وهكذا، القرآن المصحف السنة وهكذا. ولكن هنا ليست هذه ألف لام التعريفية، وليست أيضا حروفا كما هو متعاهد عند العربي. والغريب في الأمر أن الكفار من أهل مكة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألف لام ميم لم يعترضوا على هذا القول، لم يعترضوا على هذا القول، فهذا القول عند العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام له معنى، فهذا القول عند العربي له معنى، لذلك لم يعترضوا مستمعي القرآن من المسلمين ومن غير المسلمين من الكفار ومن غيرهم على هذا اللفظ. وإنما لما كتب المصحف وكتب القرآن ووصل إلينا بهذه الكيفية. والأصل في القرآن هو النطق بالقرآن وليس الكتابة، فالأصل هو التلقي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، أو كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتلقى القرآن. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآنه عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام. فنقول ألف لها معنى سمعه العرب ولم يعترضوا عليه، وكذلك لام سمعه العرب ولم يعترضوا عليه، وكذلك ميم سمعه أيضا العرب ولم يعترضوا عليه. والعرب أعجزهم الله سبحانه وتعالى باللغة العربية في القرآن الكريم، حيث أن العرب كانوا يفتخرون بالفصاحة التي كانوا فيها، ويعلقون المعلقات والمدونات، وهذا معروف في تاريخ الجاهلية الأولى من حياة العرب، حيث أنهم كانوا يدونون الأشعار التي كانت متميزة في عهدهم، وكانوا يعلقونها وكانوا يفتخرون بالفصاحة والشعر وما إلى ذلك، فكانوا يتميزون بالشعر والنثر وغير ذلك من المؤلفات العربية. لذلك فإن عدم اعتراض العرب رغم فصاحتهم على تلك الألفاظ التي نطقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة على أنهم يعرفون أن هذه ألفاظ عربية أصيلة. فماذا تعني هذه الألفاظ؟ وماذا تعني هذه المنطوقات التي يطلق عليها العلماء حروف القرآن المقطعة؟ أولا نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت عليه سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
سبحانه وتعالى في قرآنه لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. وقال أيضا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الألفة والإيلاف والتأليف بين القلوب في ألفاظ أخرى من القرآن، فلماذا لا يكون هذا من تلك الألفاظ ويفسر القرآن أولا بالقرآن؟ لإيلاف قريش ألف، ألف، ألف يألف إيلافا فهو مألوف، ألف الله سبحانه وتعالى، فهذا هو كلامه، هذا هو قرآنه، كلام الله سبحانه وتعالى. فالله يخبر بفعل ماض أنه سبحانه وتعالى ألف، 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 ويوقف عليها بسكون ألف. وفي الوصل والوقف يوقف عليها بسكون ألف لام ميم، لا يقال ألف لام ميم، ألف بالسكون، أي إنها عنوان لتلك السورة العظيمة، سورة البقرة، وهو الإلف والائتلاف بين قلوب المؤمنين جميعا وبين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن إيه؟ يألف ويؤلف. طيب، الألفة المطلوبة أولا للمؤمن أن تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني إيه ألفة؟ ويعني إيه تأليف بين القلوب؟ ويعني إيه الألفة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى؟ أي العلاقة بين الله وبين الخلق. ألف، يعني إيه ألف؟ يعني حد تعرفه، معرفة الله سبحانه وتعالى. الله يعرف خلقه، ولكن من من الخلق يعرف الله؟ من ألف الله؟ يعني إيه من ألف الله؟ أي من اعتاد في المعاملات أن يتعامل بالله، من اعتاد في كلامه أن يتكلم بالله، يخاطب الخلق بالله، يرجو رضا الله في كل أموره وحركاته وسكناته. من يريد الله اعتاد في المعاملات والتعامل وألف قلبه المعاملة مع الله، فهذا قد ألف الله وألفه الله، أحب الله وأحبه الله. فالمحبة لا تأتي من تلقاء نفسها، وإنما لها تدريب وأسباب. فالابن يحب أباه لأنه الله سبحانه وتعالى قد جعل أباه مسخرا في خدمة ولده، الأب مسخرا لخدمة أبنائه، فالابن ينشأ الفطري على حب أبيه وأمه. وكذلك الأب يحب ولده، لماذا؟ لأن هناك معاملة، هناك ألفة ما بين الأب والأم وأولادهما، هناك ألفة ما بين الأسرة الواحدة، ما بين الجيران، فتتولد من تلك الألفة المحبة. إذن فنحن نحتاج في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال قول الله سبحانه وتعالى ألف أن نتدرب على أن نكون في ألفة مع الله، بأن نتعامل بالله في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. يعني تبقى نيتي خالصة لما أتكلم مع حد، تبقى لله، ما يبقاش عشان مصلحة، ما يبقاش عشان، يبقى هو ده،
يبقى من ألف المعاملة مع الله من خلال الخلق فهذا أهل إلف الله سبحانه وتعالى، يؤلف الله سبحانه وتعالى بين قلبه وقلوب عباده وقلوب الخلق جميعا، لأنه بيتعامل مع الخلق جميعا لله، مش عايز حاجة من حد، لا يريد مصلحة من أحد، إنما يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن رزقه على الله، ويعلم أن الله قد ملك كل شيء، فهو مالك كل شيء، فهو المالك سبحانه وتعالى، وهو المعطي، وهو الذي يمنع ويمنح، هو كل شيء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ كما تحب وترضى، ووفِّقنا إلى حقيقة معرفة قولك ألف لام ميم، ذلك هو مفتاح المعرفة. الصلاة على النبي وآله، هذا هو النور الذي آتاه الله آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت النبي، لا يفترقا والقرآن أبدا، فهما يلتقي مع الحبيب جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد عند الحوض. أوصيكم بثقلين، هكذا قال جدي، إن تمسكتم بهما نجوتم، أولاهما كتاب الله، وأوصى بكتاب الله في الحديث الذي أورده سيدنا أنس رضي الله عنه، أولاهما كتاب الله، وهذا حديث حسن، أولاهما كتاب الله، وأوصى بكتاب الله، وعترتي آل بيتي. وفي ألفاظ أخر أن القرآن وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفترقان، فهما النجاة. فالقرآن أنزل على جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن البيان العملي والتطبيق والاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون من خلال آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تستحدث المحدثات في كل عصر وأوان، فيكون متطلبا الاستخراج المعاني المطلوبة في كل وقت، وهذا علم مخصوص لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يحملون الأمانة ويبلغون علم الوحي الإلهي باستنباط خصهم الله سبحانه وتعالى به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ويتقبل منا، فتعلموا العلم وعلموه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وآل بيت النبي جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم خير من أخذوا كتاب الله وتعلموه، علمهم الله كتابه، ويعلم الله سبحانه وتعالى خلقه في كل وقت، حتى يرث الله الأرض ومن عليها كتابه، يعلم كتابه بآل بيت النبي محمد جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فهذا علم موروث عن أجدادي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة في أمس الحاجة إليه، ألا وإنني مأمور بإيصال هذا العلم للخلق، فخذوه واهتموا به، فستجدون فيه حل جميع مشاكلكم، حل جميع مشاكلنا في هذا العلم الذي هو أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أن نألف الله، تلك الصورة نزلت بالمدينة، يبقى عايزين كده إيه؟ نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اتعاملنا مع الخلق كتير، النتيجة
ها افتح النشرة تشوف النتيجة. هذه هي نتيجة أن تتعامل بغير الله، ألا يكون الله في الحسابات اليومية والحسابات الوقتية والحسابات والمرجعية لك في جميع أحوالك وأفعالك وأقوالك. تلك هي النتيجة، الظلم والجور. طيب، إذا أردنا أن نخرج من دائرة الظلم والجور، إذا أردنا أن نخرج من دائرة الظلم والجور على المستوى الفردي، على مستوى الفرد، حضرتك عايز تخرج من دائرة الظلم والجور، تعامل بالله. الدليل على الكلام ده إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى ألف، فإذا ألفك الله وألفت الله وتعاملت بالله وتدربت على التعامل بالله بين الخلق ومررت بالاختبارات، فمهما الخلق آذوك أو أرادوا بك السوء فأنت لا تريد بهم إلا الخير. هذا هو المسلم، يقذفه الناس بالحجارة ولا يلقي لهم إلا التمر، فمثله كمثل النخلة. هكذا هو المسلم، لا يقابل السيئة بالسيئة ولا يعامل الناس بما يعاملونه به، وإنما يقابل السيئة بالحسنة، يقابل السيئة بالحسنة ويعامل الناس بما يحب، يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. هذا هو المسلم، من سلم الناس جميعا، وأولهم المسلمون في باب أولى مع اختلاف الألفاظ. فالحديث قيل أكثر من مرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم الناس جميعا من لسانه ويده. في المعنى لما نجمع بين هذين الحديثين الكريمين العظيمين، فالمسلم من سلم الناس جميعا من لسانه ويده، ومن باب أولى المسلمون. فما بالك بالعائلة المسلمة الواحدة، فما بالك بآل البيت. يا آل بيت جد الرسول اجتمعوا حول إمام واحد، يا آل بيت جد الرسول تخبركم السيدة زينب رئيسة الديوان بمجلس الإمام الحسين خطيب آل البيت والمتحدث الرسمي والسفير الرسمي لآل البيت بمصر المطهرة بتشريف جد الحسين بها، وبمجلس يترأسه قطب دائرة الوجود سيدنا جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالأمر المباشر من خلال محمود ابن صابر ابن إبراهيم ابن عبد الكريم ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن نوح ابن إدريس ابن آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام، بأن تجتمعوا الآن عاجلا غير آجل على رجل واحد. يا آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقيين، هناك أمر جلل في كون الله يحتاج إلينا آل البيت جميعا احتياجا ضروريا أهم من الطعام والشراب بل والنفس، وهو الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى
جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم به، فاجتمعوا في أسرع وقت وهو الآن. هذا بيان وبلاغ، ومن بعد هذا البيان لا يقوم بمقتضياته فإن عليه من الوزر كفلين، فإن الأمة نحن آل البيت مسؤولون عن اجتماعها، فكيف تجتمع الأمة على عائلة متفرقة؟ اتركوا كل المهاترات وغيرها من السلبيات جانبا، الغيرة المذمومة، كل يريد منزلة سواء كان في الدنيا أو في الدين، الرضا بما قسمه الله لك في الدين قبل الدنيا. رحم الله امرئا سهلا وسمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فما بالك إذا كان قائما على قيادة أمة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسؤولا مسؤوليا مسؤولية كاملة عن توحيد واجتماع أمة جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليسامح بعضنا بعضا، وليجتمع بعضنا مع بعض على إمام واحد. ولن أكرر، فإن الأحداث حولكم يا آل البيت إما أن يبدأ العذاب بآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلام السيدة زينب، لأنهم لم يقوموا بالواجب الذي فرض الله لنا. يا آل بيت النبي، إما أن نقوم بالواجب الذي فرض لنا وعلينا من الله سبحانه وتعالى من الاجتماع على إمام واحد وجمع أمة الإسلام والقيام بالدعوة إلى الله وإلى رسوله امتدادا لجدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا يكون العذاب الذي لم يسبق له مثيل، يلبسنا الله شيعا ويذيق بعضنا بأس بعض، أو النجاة، فإما أن نكون أول الهالكين أو أول الناجين. يا أبناء عمي ويا إخوتي من أبناء محمد جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعوا الآن على إمام واحد للقيام بالمهمة التي أرسل الله بها رسوله وسائر رسله، وهو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لابد وفي أسرع وقت. وها هو العلم الذي نحتاج إليه في هذا الاجتماع لإقامة الحجة والبرهان والدليل على صدق نبينا محمد جدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يتوافق مع هذا الزمن وهذا الحال. فلا حجة لكم في عدم الاجتماع، لا حجة لكم في عدم الاجتماع، لا حجة لكم في عدم الاجتماع، لا حجة لكم في عدم الاجتماع. ألف، يألف الله سبحانه وتعالى قوما اجتمعوا على محبته. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. ليه؟ في الذكر يعني تدريب
على المعاملة مع الله باللسان والجنان والقلب والجوارح، أن نتدرب أن نألف ذكر الله سبحانه وتعالى، نألف المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، يكون هذا أمرا طبيعيا، نتصف بصفات المؤمن الذي يحبها الله سبحانه وتعالى، الصدق في المعاملة، الصدق في الجوار، حسن الخلق، مساعدة المحتاجين ومساعدة الناس دون طلب منزلة، سواء كانت في الدنيا أو في الدين، إلا أن يؤتينا الله إياها، وإنما نطلب رضا الله. الله سبحانه وتعالى ادالك منزلة في الدين، إنك تبقى إمام، تبقى إلى ترضى، أعطاك منزلة في الدنيا ترضى، الرضا الكامل بقضاء الله وقدره. فهذا أصلا من مقتضيات الإيمان، فما بالنا آل البيت، الرضا بقضاء الله وقدره في الدنيا والدين، والدين قبل الدنيا، ولا نتنافس في الدين فيما لا يحق لك، ولا تتنافس في الدنيا فيما لا يحق لك، كما أنه لا ينبغي أن تتنافس في الدنيا في أمور لا يحق لك التنافس فيها، فأيضا هناك أمور في الدين لا يحق لك التنافس فيها. ليس كلنا أمراء، ليس كلنا وزراء، ولا يقل شأن هذا عن هذا، وإنما كل موكل بوظيفة معينة يستطيع أن يقوم بها هو، ولا يستطيع غيره القيام بها. فلنتراحم، وليكن كل منا في المكان الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيه من الدنيا والدين برضا عن الله سبحانه وتعالى. نرضى عن مين؟ عن الله. يبقى لما أكون في حال، سواء كان فقر، غنى، مرض، سفر، أيا يكن، سواء كان في من أحوال الدنيا أو من أحوال الدين، أكون راض عن الله الذي وضعني في هذا الحال. عندما عزل سيدنا خالد بن الوليد لم يعترض على أمر خليفة المسلمين، خالد بن الوليد. فنحن جميعا هدفنا هدف واحد، رضا الله سبحانه وتعالى، وليس طلب الإمارة، وليس طلب المنزلة في قلوب الخلق، وإنما طلب رضا الله سبحانه وتعالى، حتى نستفيد بهذا العلم الذي أذن لي ولكم فيه وبه، لا بد من اجتماع الكلمة وتوحيد الصف خلف إمام واحد من جميع آل البيت، من جميع آل البيت. الأهل بلغت، اللهم اشهد. ألف، إذن فألف فعل ماض، ويعني الألفة بين الله وبين الخلق، والألفة التي تكون بين المؤمنين بعضهم ببعض من التسامح والتعاطف وغير ذلك، وغير ذلك. الألفة، هذا مراد الله، وهذا هو العنوان الأكبر في تلك السورة. ألف، هل جربت أن تألف إنسانا ظلمك وتدعو له بالخير؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، هذا هو ألف. انظر إلى جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاءه الأعرابي وأمسك بعنقه حتى أثرت في رقبته، يقول: يا محمد، آتني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك. وكان من ظهره فيلتفت مبتسما، يلتفت مبتسما
هذا هو جدنا، هذا هو جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا هو معنى كلمة ألف، فعل، فعل وعنوان. ألف الله هذا العبد، ألف الله هذا العبد حتى نرقى إلى مرتبة يحبهم ويحبونه. فبالتدريب، أنا ممكن دي أعملها مرة بس أجي تاني مرة مرة بعد مع الضغط، لا خلاص بقى، لا، بل لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. أصل فلان ده ظلمني وعمل لي سحر وكان عايز ياخد مش عارف وكان عايز يموتني وكان عايز يموت ابني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت جد الرسول، أدبني، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يطوف بالبيت وأحد المشركين أقسم أنه قاتله، فيأتي خلفه ومعه السلاح، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جدي كان يرى خلفه كما يرى أمامه، كان يرى خلفه كما يرى أمامه، فرأى هذا الرجل ومعه السلاح يريد قتل جدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاستدار إليه بكليته وقال: ما أتى بك يا فلان؟ قال رسول الله: إنما أطوف بالبيت وأتحنث، أتحنث يعني أتعبد. فوضع يده على قلبه، أي على السلاح، هو حط السلاح كده مخبيه عند قلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حط يده على قلبه، قال: اللهم اهديه، اللهم اهديه، مش ده كان عايز يموتني، فيا رب إنما الهداية، الهداية هي ما أرسل جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامها. الدنيا ليست إلا مرحلة في حياة المخلوق، الهدف من هذه الدنيا هو الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، بل وفي المجالس نقرأ الفاتحة ونقول هذه: اللهم اهدنا الصراط المستقيم. كيف يهدنا الله سبحانه وتعالى وقلوبنا ليس فيها التسامح مع الخلق؟ كيف نقوم بالمهمة كما قام بها جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لا نستطيع أن نسامح من ظلمنا؟ فكيف ستغير طاقة الظلم والجور إلى طاقة عدل وقسط؟ لابد من تغيير هذه الطاقة. ما الفرق بيننا وبين من يتعاملون كما يعامل الآخر الآخر؟ أي أن هذا يظلم هذا فيريد هذا أن يظلمه، هذه دائرة ظلم لا تنتهي. واحد اتظلم زي واحد كده داخل المكان، فخرج لقى النعل بتاعه يعني في المكان كده، فعايز يسرق زي ما النعل بتاعه السرق، عايز يسرق أي نعل. طيب ده تصرف حد حكيم أو عاقل؟ زي ما اتظلمت أظلم. لما كانوا الإنجليز مسيطرين في حقبة ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحننا في مصر وكان احتلال، كانوا يحكموننا بتلك الدائرة، يقولون: إما ظالم أو مظلوم، إما ظالم أو مظلوم، أي يخيرك ما بين شيئين، إما أن تكون ظالم أو تكون مظلوم. هذا هو اختيارات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، إنما ذلكم يخوف به، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر. يعني تبقى ظالم تبقى مظلوم، يعني مش تعرف تعيش. هذه قاعدة غير حقيقية، قاعدة شيطانية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الظالم وليس من أسمائه المظلوم، ولكن الله سبحانه وتعالى اسمه العدل،
والعدل يقتضي أن يتعامل الناس بالعدل، والملك لا يقوم إلا على أساس من العدل والعدالة. هذا هو الملك، الله سبحانه وتعالى أقام ملكه على العدل والقسط، فأي ملك قائم على غير ذلك فهو زائل، فهو زائل. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فدائرة الظلم تبدأ من الفرد، اتظلم فعايز يظلم تستمر. طب قال البيت احنا تسامح من ظلمك وتدعوه إلى الله بالقول والفعل واللسان. طيب أنا هعتدي لحد إمتى؟ لحد ما لا نهاية. فإن لم تكن له هداية فإن الله سبحانه وتعالى مسلطنا عليهم بالفناء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم إيه؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير خلف إمام واحد بأوامر من الله المباشرة، ويأتي الإذن فهناك إمام وهناك أذن وهناك قرآن متجدد في قلب من يرسله الله كل 100 عام. رحم الله جد الشعراوي ورضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام. اللهم أعني على حمل الأمانة وأداء الرسالة بعد جد الرسول ومعي أهل البيت الأطهار. يا أبناء عمومتي، يا أبناء الرسول جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أزفت الآزفة، ليس لها والله من دون الله كاشفة. ألف ألف. السيدة زينب تحذر عليها السلام من أن يكون أحد من آل البيت، ولا تقصد طبعا بذلك المدونات التي اختصرت آل البيت في أسماء معينة وبشروط معينة، وإنما تقول كل آل البيت سواء كان مدونا أو غير مدون، يعرف نفسه أو لا يعرف نفسه. من يعرف آل البيت فليعرف آل البيت بأنفسهم. فهي تحذر عليها السلام من أن يكون متخاصمين من آل البيت، فهذا هو أول المعوقات لإقامة دولة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسليط غير المسلمين على المسلمين. يا آل البيت أفيقوا، فإن جدي الرسول في الدائرة القطبية وآل البيت الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء قد تحركوا، وأهل الكشف والشهود يفهمون معنى ما أقول جيدا. قد تحركوا، فمن لن يستقيم من آل البيت على الأمر وفورا فإن الناس تموت. لا وقت للاختلافات الفاشلة ما بين آل البيت بعضهم وبعض، بل لا بد وفي أسرع وقت من الاجتماع على إمام واحد والتألف والمحبة في الله كما يحب الله ويرضى. ألف ألف. كيف سيحب الناس بعضهم بعضا في الله وقدوة الناس بعضهم وبينهم وبين بعض تباغض وتناحر وغضب وغيرة مذمومة غير محمودة وغير ذلك، وتنافس على الإمرة وتنافس على المنزلة
وغير ذلك من الأمور التي حذر منها جد الرسول بل ونهى عنها، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا في أسرع وقت واجمعوا الأمة، اجتمعوا واجمعوا الأمة وإلا فالويل. فكل مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لام بالمد، إذن فهو ألف. ألف مين؟ ألف الناس الحلوة، الناس اللي بتعرف تسامح من ظلم، وهذا أرسل به جميع الأنبياء وعلى رأسهم خاتم الأنبياء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لجدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يكن بدعا من الرسل. فعيسى عليه السلام قال من لطمك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، اعفوا عن المسيئين إليكم، نفس المعاني، لأن الدين واحد، لأن الله واحد أحد، والمنهج هو منهج واحد تتغير فيه الشرائع ولكن لا يتغير المنهج. المنهج ألف، الله محبة، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه، أي كل الأنبياء والمرسلين الذين صلى بهم في المسجد الأقصى، وكل المؤمنين الذين معه، يعني كل المؤمنين من الخلق سواء كانوا في وقته أو قبل وقته أو بعد وقته أو إلى ما لا نهاية، اللي مع النبي جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هو ده الشغل، هو ده جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتعافى فيما بيننا، وليكبر الكبير للكبير، والصغير من باب أولى للكبير، وليحترم بعضنا بعضا، ولنحترم رؤساء الدول التي نكون فيها، وندعوهم إلى أن يحسنوا إلى مواليهم، ونحب كل الخلق لله، وننصح لله، ونقوم لله، ونسير لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمر مش اختيار، هذا أمر، وأنا أول المسلمين. نحن مأمورون بأن نكون لله في كل شيء، وبخاص آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل المسلمين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد لام، لام يلوم لوما من الملامة، فعل ماض، كما أنه ألف فقد لام، لام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيلومهم الله سبحانه وتعالى لأنهم يعرفون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيلوم الله عليهم أنهم لا يؤمنوا. لام لإيلاف قريش،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بناء عليه إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإنهم لم يؤمنوا فيلوم الله سبحانه وتعالى عليهم ويذكرهم باللوم والملامة، كيف لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بجديد، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أن الدين واحد من أول أبينا إبراهيم، بل ومن أول آدم، بل وأزلي لا إله إلا الله. فمن تعلل بأن إبراهيم كان كذا وكذا فهو كاذب، لم يكن إلا مسلما حنيفا، وهذا إثبات للدين وإثبات أيضا للشرائع المختلفة، فقد أثبتت في هذه الآية النصرانية واليهودية وغيرها من الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، شرائع كثيرة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، أي الأنبياء، فمن الأنبياء من لم يقص أو يقصص الله سبحانه وتعالى قصصهم في القرآن، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يلوم على المشركين والكافرين، وليس في مكة فقط بل وفي كل الكون وفي كل الخلق، وكل كافر ومشرك وكل من لا يؤمن بالله، كيف لا تؤمن بالله وأنت محاط بكل وفضل الله في كل حركاتك وسكناتك، كيف لا يؤمن المخلوق بالخالق والخالق هو الذي يحركه في كل أفعاله وأقواله، كيف لا نؤمن بالله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أفلا يؤمنون، أفلا يعقلون، أفلا ينظرون إلى الإبل، كل الخلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لمين؟ لكل الخلق، بهذه النعم، بأفعال الله ومخلوقاته وقدرته، ذكر بالله، عرف الخلق أنه لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، هكذا جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا جد الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العمل الذي أرسله الله به، دعوة الخلق إلى الله، دعوة الخلق إلى الخالق، الدعوة إلى الله وإلى رسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي، هذه طريقي، الطريق إلى الله، هذا هو طريق جد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى، فيكون المشرك في ملامة ولوم
شديد من الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لام. وتضغم ميم كلمة لام في الميم التي بعدها بسورة البقرة في أول سورة البقرة إعجازا من الله سبحانه وتعالى، فهي بالوقف، وحتى عندما تضغم بها الميم الأخرى فإنها يحكم بها كأنهما ميمين، كأنهما ميمين، ميم ساكنة وميم أخرى، وميم أخرى في آخر كلمة لام. فكلمة لام، وهذا تأكيد على أن هذا فعل ماض ينتهي بالميم، وهي مضغمة في الميم التي بعدها، لأن العنوان كلمة واحدة: ألف لام ميم، وله معنى هذا عنوان تلك السورة، حيث يدور حول هذا العنوان كل السورة. وهكذا في مثيل مثل تلك الحروف في القرآن كله، وسنعرض لذلك بإذن الله فيما هو آت إن شاء الله، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا الخير ويسره لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير وييسره لنا. فلذلك فإن نطق تلك الكلمات كما تلقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بتلك الكيفية، والأصل في القرآن التلقي، فتلقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا: ألف لام ميم، ولقاها لنا هكذا: ألف لام ميم، فتلقيناها من الله سبحانه وتعالى عن طريق جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما لقاناها الله، فنقوم بها ونتعلمها ونعلمها كما لقاناها الله. لذلك فإن الفعل الماضي لام لذلك فإن الفعل الماضي لام ينتهي بميم مفتوحة، وهنا تنطق بالهيئة القرآنية ميم ساكنة أضغمت بها الميم الأخرى: ألف لام ميم، ميم التعجب. فالعربي إذا تعجب قال: ما هي، كما في الحديث الصحيح، حيث رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر صفرة في يدي عبد الله بن عوف رضي الله عنه إذ تزوج، فقال: ما هي، أي ميم. وكما يتعجب الخلق جميعا فيطأطئ برأسه مطبقا على حرف الميم هكذا، يتعجب. وكما يعبر بالتعجب في اللغة الإنجليزية بلفظة حرف الأو والإتش، فاللغات كلها من الله سبحانه وتعالى، فيعبر عن التعجب باللغة العربية ما هي، ويعبر عن التعجب باللغة الإلهية التي ألقيت على قلب جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله جل ذكره: ميم.
تعجب إلهي من فعل بني إسرائيل، حيث أعطاهم الله سبحانه وتعالى العطاءات، والبيانات، وأرسل الرسل، واذكروا نعمة الله عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إلى آخر العطاءات. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، إلى آخر الآيات. ولكنهم يفعلون الأعاجيب، عجلا جسدا له خوار، يقومون بصناعة عجل جسد له خوار ويقولون هذا إلهكم وإله موسى بعد كل الله. أليس هذا العجب؟ انظر إلى سورة البقرة بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن أهل حبه وإلفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآيات، هدى للمتقين إلى آخر الآيات، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أهل إلف الله، أهل الفلاح، تعودوا، هي دي المعاملة، معاملة المؤمنين المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أهل إلف الله. ألف، إن الذين كفروا، اللوم والملامة على الكافرين بلام قول الله سبحانه وتعالى، لام على من؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، إلى آخر الآيات. ثم التعجب بميم قول الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم، ميم التعجب من الله سبحانه وتعالى والتعبير عن ذلك العجب بالبلاغة الإلهية والفصاحة القرآنية التي ألقيت على قلب جد الرسول، وذلك الميراث. ميم، ميم من فعل بني إسرائيل، من فعل بني إسرائيل الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى من العطاءات الكثير، ألا يدعو ذلك إلى العجب؟ والتعبير في أول وصدر تلك السورة بتلك العبارات التي تعبر عن محتوى الصورة من الألفة واللوم والملامة والتعجب. الألفة للمتقين، واللوم والملامة على الكافرين، والتعجب من فعل الذين أنعم الله عليهم ولم يكونوا إلا من الغافلين، من فعل بني إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المتقين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد، وانفعنا بالقرآن الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانفعنا بالسنة المطهرة المشرفة النبوية، سنة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف بين قلوبنا كما لم تؤلف بين قلوب عبادك من قبل من الألفة والمحبة، وأكرمنا بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان المسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن تجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة ذكرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التفكر فيك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة تحمل مسؤولية وهم الدين كما تحب وترضى، كما أرسلت به جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأعنا، فلا حول ولا قوة إلا
بك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، وفقنا إلى حقيقة تحمل مسؤولية الدعوة إليك وإلى رسولك وهم الدين، وأن يكون همنا هما واحدا في السير في الطريق إليك يا الله، رضاك ومرافقة جد الرسول خاتم أنبيائك في الفردوس الأعلى من الجنة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك في كل أمورنا وشؤوننا وأحوالنا وسكوننا وحركاتنا، الافتقار إليك يا الله وحدك، وحدك يا الله أنت سندنا وملاذنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن ندعوك وحدك ولا نرجو سواك، منيبين إليك يا مولانا يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى. استغفارك يا الله، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار. تحقيق السلام الحقيقي، أمر الشغل، أمر الشغل، أمر الشغل، يا كل أهل البيت، يا كل المسلمين، يا كل الخلق، أمر الشغل بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. اثنين، تحقيق القسط، تحقيق القسط، تحقيق القسط والعدل،
تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين كما يحب الله ويرضى. ثلاثة، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. أربعة، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. خمسة، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحفلات قناة النور الهادي. الترند The Gooding Light، أي النور الهادي، مترجمة باللغة الإنجليزية، والبث خلال هذه القناة الآن فقط، البث الآن من خلال القناة فقط، ثم نرسل الرابط على جميع المنصات في جميع أنحاء العالم، وأيضا يكون بعد البث بإذن الله سبحانه وتعالى هذا البث يكون مسجلا، ويكون على القناة أيضا فيديو مسجل، حتى إذا كان هناك أي قصور في البث فيكون أيضا موجود مسجلا. فمن كان معنا في البث المباشر فهذا هو الخير الكبير، ومن لم يستطع فسيكون في الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ونوصيكم أن تكونوا معنا في البث في هذا الوقت المبارك بعد صلاة الفجر يوميا، حتى تعم الفائدة وتعم النفحات والعطاءات لنا جميعا. ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا كما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.